أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. في هذا الفيديو عزيزي الطالب سأقوم بتوضيح ما سيتم إعطاؤه في الأسبوع الثامن، وهنا بداية وحدة جديدة وهي بعنوان الحمام الزاجل، وسنتناول هنا فن من الفنون الأدبية وهو فن الرسالة. فأهلا وسهلا بكم طلابي وأحبائي طلاب الصف السادس. الأهداف: بيان موضوعات الوحدة وتوضيح المطلوب من كل منها. المفهوم الرئيسي: التواصل، المفهوم ذات الصلة، الغرض، السياق العالمي، الهويات والعلاقات. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنتناول فن من الفنون الأدبية بعنوان فن الرسالة. وفن الرسالة عزيزي الطالب هو فن من الفنون الأدبية له عناصر عدة، منها المرسل، منها نص الرسالة، منها الاستفتاح والغرض من هذه الرسالة والخاتمة والمرسل إليه. أنواع الرسالة: رسالة ديوانية، رسالة إخوانية، ورسائل أدبية. والرسالة كمفهوم عزيزي الطالب هو ما يكتبه المرسل على الورقة من أخبار ومعلومات على شكل خطاب لإرسالها إلى المستقبل، وذلك من خلال البريد. وهناك الرسالة الشفوية التي هي عبارة عن الكلام الذي ينقله المرسل إلى المستقبل شفويا، وتعتبر الرسالة من الفنون النثرية في الأدب العربي، والتي بدأت في العصر الجاهلي وتطورت مع تطور الحياة في المجتمعات العربية. وفي هذا الأسبوع عزيزي الطالب أيضا سنتطرق إلى القاعدة النحوية بعنوان جمع التكسير. جمع التكسير عزيزي الطالب هو أحد أنواع الجموع، وسابقا تطرقنا إلى جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وفي هذا الأسبوع سنتطرق إلى جمع التكسير. ومن الأمثلة على ذلك: كتاب، كتب، طريق، طرق، عالم، جمعها علماء. وفي هذا الأسبوع عزيزي الطالب سأقوم بإعطاء مهارة الاستماع والتي بعنوان إبداعات أردنية شابة. سأقوم بقراءة النص المطلوب أن تستمع إليه لتستطيع عزيزي الطالب الإجابة عن الأسئلة. إبداعات أردنية شابة: يزخر الأردن بإبداعات شاباته وشبابه الطموح الذين استطاعوا أن يثبتوا أنفسهم على المستويين الوطني والعالمي. فقد تمكنت الطالبة حنين من اختراع برنامج حاسوبي متكامل للجدول الدوري للعناصر الكيميائية من شأنه تقديم أي معلومة عن كل عنصر بسرعة فائقة. كما حقق الطالب صلاح الدين إنجازا علميا مرموقا، إذ أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا اسمه على أحد الكواكب المكتشفة حديثا، إذ استطاع أن يوجد حلاً دقيقاً لاحتساب مساحة شكل هندسي وحجمه وأبعاده، بعد أن وصف ذلك الشكل أنه مسألة حسابية غير قابلة للحل. أما الطالب عبد الرحمن فقد صنف من بين 25 شاباً الأكثر تأثيراً في العالم، وذلك عن اختراعه هو وشقيقه جهازاً لنظام الري لحماية المزروعات من الصقيع، إذ يعمل بمجسات خاصة توزع على الأراضي حولها، وحينما تنخفض درجات الحرارة كثيرا يفتح الجهاز أنابيب الري بالتنقيط. عزيزي الطالب، بعد أن استمعت إلى هذا النص عليك الإجابة عن أسئلة نص الاستماع التي سأقوم بعرضها عليكم أثناء الحصة. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سنقوم بإعطاء اختبار قراءة لدرس رسالة إلى ولدي، فعليك عزيزي الطالب أن تتبع إلى معايير القراءة الجهرية التي يجب عليك أن تلتزم بها أثناء قراءتك لهذا الدرس، وأن تنتبه وتتذكر دائما عناصر الرسالة وخصائص الرسالة التي تقوم بقراءتها.
ثم أيضا سنقوم بإعطاء فقرة إملائية. فقرة إملائية نطبق من خلالها العديد من المهارات الإملائية التي سنقوم بتغطيتها وقمنا بتغطيتها أيضا سابقا. فعليك عزيزي الطالب أن تنتبه وتتذكر دائما المهارات الإملائية التي قمنا بتغطيتها. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من درسنا لهذا اليوم. شاكرة لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء أحبائي.